مهارات التواصل والخطابة والقيادة هي جزء من برامج التوست ماسترز التي تحتفل بمرور 99 عاما على نشأتها في العالم. طبعا في جدة كان المهتمين بهذه المهارات على موعد مع فعالية ضمت الكثير من التحديات اللي بتنمي هذه القدرات وتهدف إلى نشر ثقافة التواصل والقيادة والتعريف بها بشكل مختلف ومميز للوصول لأكبر عدد من فئات المجتمع. المزيد من التفاصيل مع ضيوفي في هذه الفقرة فاتن الصمان والطفلة الجميلة لجين علي. أهلا وسهلا فيكم، نورين في ساعة شباب. أهلا فيك. أكيد في البداية أبدأ معك فاتن، لو تعرفين عن اهتمامك وشغفك أكثر في هذا المجال. مجال التواصل مجال كبير بدأ معايا من الطفولة، تحديداً من الابتدائي. ما شاء الله تبارك الله. كان عندي حب دائماً وتطلع واهتمام لأني أكون طبعاً زي كل الأطفال في الإذاعة المدرسية، وكنت دائماً أبحث أنه أنا أكون برضو موجودة في أي مجال له علاقة بالتمثيل، في أي فرصة كنت دائماً أتطلع لأنه حتى أقلد الناس، يعني أحب أني أقلد الناس. فهذا الاهتمام بدأ يعني يكبر معايا، كبر معايا طبعا، خاصة أنه في عائلتي في ناس لهم اهتمام بالمسرح، أولهم أخويا وجه له طبعا تحية، هو اللي كبرني صراحة على حب التواصل. إلى أن كبرت وبدأت أتجه بشكل دقيق على مجال التواصل في الخطابة وأكيد طبعا التمثيل، ولقيت بيئة التوست ماسترز هي البيئة الآمنة اللي سمحت لي أني أتواجد فيها وبشكل أسرع يطورني. وخصوصاً الفعالية الأخيرة اللي شفنا بعض من لقطاتها على الشاشة جمعت الكثير من الأنشطة، فحطينا في الصورة أكثر عن هذا الحدث. فعالية 99 عام يصنع القادة، الحقيقة هي حلم من 3 سنين بدأت أبحث فيه، كانت فكرة أصبحت حلم، ومع القادة وزملائي أكيد في المجال سمحوا لي أنه إحنا نعرضها بشكل أكبر كحدث كبير، مو بس للتوست ماسترز أو الناس اللي معانا في نفس البيئة، الناس أكبر، لأنه التواصل لا ينحصر فقط في الأعضاء أو الناس اللي عندهم خبرة، ممكن نلاقيها في ناس موجودين معانا في حياتنا. فالفعالية باختصار هي فعالية ترفيهية تعليمية، الهدف منها زي ما ذكرتي أننا نوصل ثقافة التواصل والقيادة بشكل مرة بسيط يبسطنا كلنا في يوم مرة لطيف في عدد ساعات يعني مختصر. بالنسبة للفقرات عملنا فيها مسرحية برضو تتكلم عن ثقافة التوست ماسترز وكيف أنه هذه البيئة آمنة ومساعدة جدا في تطوير مهارات التواصل والقيادة بالشكل موازي لتحقيق وتنمية المهارات التمثيلية للأعضاء اللي معانا، لأنه عندنا ناس عندهم هوايات مرة كثير. أيضا كان عندنا ورش إلهامية، ورش عمل إلهامية لكل الناس اللي مروا بتجارب، ذكرنا تاريخ التوست ماسترز من البداية حتى الآن. أيضا كان عندنا من بعض الفعاليات المصاحبة بازار المهارات يتحدث فيه كل القادة والناس اللي عندهم خبرة في التوست ماسترز أو القيادة أو الخطابة بشكل خاص، يعلمونا إيش هي المهارات بشكل بسيط للناس اللي توست ماسترز والغير توست ماسترز، يعني انت جاي كمان تاخذ معلومة من الناس. شايفة من كلامك اليوم عندنا مشكلة، نحن خصوصا لما بنشوف مثل هذه الفعاليات الموجودة ممكن البعض يحصرها في مجال الخطابة والإلقاء، ولكن أعتقد أنه هي تشمل مجالات كثيرة ومتاحة ومفتوحة لجميع فئات المجتمع، صحيح؟ خلينا نتكلم عن هذه المجالات. صحيح، يعني التواصل والقيادة لا ينحصر فقط على الإلقاء والخطابة، الإلقاء والخطابة هي مهارات ضمن مهارات التواصل. في التواصل أنا أقدر أمثل، في التواصل أقدر أكتب، في التواصل أقدر أشعر، أقدر أستخدم أي مهارة أني أقدمها للناس، أقدر أنتقد بطريقة بناءة، بطريقة عاطفية للناس، أقدر أحسن من غيري، أقدر أقنع غيري، أقدر أضحك غيري. يعني من أهم الأشياء اللي نتعلمها في مهارات التواصل أننا كيف نرسم بسمة على جمهور من غير حتى ما يكون عندنا هدف كبير يعني وتعليمي، ونخرج شوية عن الإطار المعروف في موضوع الخطابة. أقدر أنه أنا في 5 دقائق أخليك
لمدة 5 دقائق تضحك طول الوقت. خصوصا يعني موضوع مهارات التواصل أو يعني من المميزات اللي المفروض نكتسبها في حياتنا وراح تنفعنا كثير في كل مجالات الحياة، مو بس في العمل، أيضا في محيط العائلة والأصدقاء. والجين الجميلة اللي منورتنا اليوم هنا في الاستوديو، أنت كنت من أصغر الموهوبين والمشاركين، وكنت كمان بطلة مسرحية مطرة، فكلميني شوية عن هذه الموهبة. أصلا أنا أحب أمثل، ويعني أنا أصلا ممثلة مسرح وإعلانات، ويعني من متى اكتشفتي أنه أنت تحبي التمثيل؟ صرت أنا وأختي نمثل في البيت، ويعني فصرت أمثل يعني كذا كويس، فقلت ليش يعني ما أفتح لي المجال وكذا وأبدأ أمثل على المسرح وكذا. ورحتي طلبتي من ماما وبابا أنت تكوني ممثلة، وهم شجعاكي ودعموكي عشان تصيري ممثلة في المسرح. طب كلميني تفاصيل المسرحية، إيش كان دورك في المسرحية بالتحديد؟ كان دوري مطرة الصغيرة، يعني تحب هي تلقي، فكانوا الناس يتلموا عليها، وكبرت ويعني ما صار يعني ما صارت يعني تلقي، كانت تخاف انها تلقي بسبب التنمر، كان عندها خوف من الناس وكلام الناس. بعدين راحت عند توست ماستر، قالوا لها ارجعي ولا تخافي وكذا، فيعني هي رجعت ويعني ساعدها كثير التوست ماسترز على انها يعني تكون واثقه من نفسها وكذا. الله، وتشيل الخوف اللي بداخلها من الناس. بس ما شاء الله تبارك الله دورك كان طويل، كيف قدرت انك تحفظي الكلمات وايضا الاداء؟ اول شيء يعني انا شفت يعني اول شيء اشكر من اختارني، كمان يعني انا الدور ما عجبني، قرأت النص، قعدت أتدرب معاهم كذا شوية شوية شوية، قعدت أنا كل سنة يعني لا يعني كل يوم أجي أتدرب عليها أشوفها، لين اتقنت الحمد لله. ما شاء الله تبارك، وما كان صعب عليك أبدا؟ ما كان صعب. وهل في دور معين كذا تحسيه كان قريب منك أو يمثل شخصيتك؟ أيوه. أي دور؟ يوم كانت المطر الكبيرة كانت خايفة انها تلقي الناس، عشان كذا انا حسست ايوه حسست يعني ما يصير اخاف من الجمهور لانهم هم انسان زيي، عشان كذا ما بشر زينا زيهم صح؟ إيوة. مو شرط، المفروض ما نخاف من الناس، ما في شيء يخوف منهم. ما يخوف صح؟ ايوه. تعرفي اني ودي احضنك وانت تسولفي، منبهرة فيك ما شاء الله تبارك الله عليك لجين، واتوقع لك يعني مستقبل باهر ان شاء الله في المستقبل في مجال التمثيل. طيب فاتن، يعني قولي لي كيف اثرت هذه المهارات كلها طبعا ايجابيا سواء على مستوى الشخصية، التعليم والمهنة؟ المهارات اثرت ايجابيا على مستوى شخصيتي اكيد، زي ما اخترنا انه تكون في المسرحيه شخصيه مطره، اكيد انا كنت في يوم من الايام مطره. كلنا شخصيه صديق. كلنا من جد عشان كذا تاثرت كثير لما حكت لجين عن القصه. طبعا كلنا في يوم من الايام تعرضنا للتنمر، هذا الشيء وقفنا في يوم من الايام عن اننا نكمل، عن انه احنا جواتنا حاجه لا انا بطلعها لو سمحتوا على المسرح. فبصراحة ساعدني في أنه أنا أسترجع ثقتي في الجمهور تحديدا، ثقتي في نفسي أنه دائما طالما أنه أنا عندي رسالة، عندي فكرة، عندي هدف، أكيد أنا لي مساحة حلاقيها وحطلعها فيها. بالنسبة للمجال دراستي ساعدني أكيد في إعداد طبعا البحوث أو في موضوع الكتابة، كمان زي ما تجي تقولي تقديم مشاريع البحث، أكيد أنه أنت بتوقفي وبتتواصلي حتى مع الدكاترة، ساعدني في أنه أنا كيف أقدر أفهم المطلوب مني والشيء اللي يحقق رغبة وهدف الدكتورة مثلا في الواجب أو التكليف اللي هي بتطلبه مننا بشكل
ما يخليني صراحة أنقص درجات. بالنسبة لمجال مهنتي كمحامية ساعدني مرة كثير في أنه أنا أفهم عملائي، بقابل ناس مرة كثير على مختلف الأصعدة، شخصيات أي شخصيات جدا متعددة في مجالات متخصصة جدا، فكل مرة أنا أكيد حقابلهم بشخصية تناسب هذا الشخص. حتى في مجالس القضاء ساعدني في أنه أنا أقنن كلامي، في أنه أنا أحافظ على ثباتي الانفعالي. أحيانا تغلبنا العاطفة في هذه المجالس التي لا ينبغي طبعا أن تكون فيها فعلا. واليوم يمكن في مو يمكن أكيد أن في كثير من الشباب يحتاجوا لهذه المهارات، ولكن ممكن يكونوا مضيعين البوصلة أقدر أقول. فاليوم نبغى نحطهم على المسار الصحيح ونقول لهم كيف يبدأوا. يبدأوا بأن هم يجربوا، لا يخافوا، التجربة هي خير البرهان، لأن تكشف لك أكيد المجال أو الاهتمام الذي أنت تناسبه وهو يناسبك. في مهارات التواصل والخطابة في أماكن مرة كثير، توست ماسترز، في برامج مرة كثير طبعا تعدها هيئة المسرح والفنون الأدائية، تقدر تتواجد في مبادرات جدا كبيرة. في توست ماسترز لا ننحصر فقط في اللقاءات التعليمية، عندنا مبادرات جدا كبيرة، كلنا نحاول نستثمر خبراتنا اللي تعلمناها من هذه البيئة العظيمة لنخدم أكثر وأكثر. وأكيد طبعا حتى أقول موجودين في كل وسائل التواصل يعني. جميل. طيب قبل الختام إيش رأيك لجين يعني نسمع نص من اللي قلتي في المسرحية؟ كي. يلا. يا الله كم أنتم كثيرون وجميلون في تراسكم، تعلمون أنا اسمي مطرة وأنا كالغيمة وفي كل البلاد أمطر وأسمع، ولأنكم لطيفون فسأغفركم بقصيدة أحبها. ذكرتموني بقصيدة رائعة للشاعر أبي العتاهية، نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. الله، برافو برافو رجين، أبدعتي. ممكن تجلس جنبي؟ الله، يعني لازم نختم مع بعض اليوم. أكيد شكرا لك فاتن على وجودك معنا في الاستوديو اليوم، نتمنى لك كل التوفيق. وأنت كمان رجين شكرا أنك جيتينا اليوم، وأنا أشوفك إن شاء الله يعني مستقبل ممثلة صاعدة جدا ومبهر. فإيش رأيك نختم مع بعض ونودع المشاهدين، إيش تقولي لهم؟ أنا أشكر كل من دعمني وشجعني، وحتى اللي حطوا لي يعني تعليقات حلوة في الانستغرام. الله، ونحن نشكرك كمان، وانت تستاهلي كل هذه التعليقات. نجاين مشاهدينا كده وصلنا لختام حلقة اليوم، لا تنسوا تتابعونا على حساب البرنامج اللي ظهر على الشاشة، وأكيد من فريق ساعة شباب، مني ألمية غالب كل التحية، نشوفكم بكرة فمان الله، لازم نسوي قلوب أنا وانت. يلا.